انت حالتك ما تخوفش. اكثر حته بيجي فيها هذا الانيوريزم او هذا التمدد الاورطه. الاورطه ده اكبر شريان في الجسم، ساعات يتمدد، يتمدد فوق يبقى تمدد صدري، او في البطن تمدد بطني حسب الحته اللي جه فيها. وهو مش مرض خطر قوي، خطورته لو ابتدى يتفتق تفتق هذا الانيوريزم مش حلو. طب هعرفه ازاي؟ الام مبرحه. ما تخافش مش هيحصل تفتق وانت مش داري، لا، الام مبرحه، الام شديده. اذا كان الانيوريزم في البطن هيجي لك الام في البطن شديده جدا جدا، او في الصدر يجي لك الام في الصدر ويتغلط فيها على انها ذبحه صدريه او جلطه قلب، يتغلط فيها. يعني في بعض المراكز تدخل حاله عنها كده وبعدين تكتشف ان ده تفتق. يعني ايه تفتق؟ ادي جدار الاورطه اهو، جدار اهو، ايديا الاثنين دول الجدار، يعمل كده الجدار نفسه يتفتق. فما تخافش يا استاذ كينج نورتوت، ده اللي بعت على الانوريزم ما يخوفش. طبعا نخلي بالنا من كلوينا من الصبغه، وهو بيقول انا 76 سنه يعني سن حرج، نبص عليه كويس، الدوبلكس هيحل المشكله. اهم حاجه انه ما يحصلش تفتق، التفتق الام مبرحه. في محمد سيد بيسال سؤال جميل جدا، بيقول انا بيحصل لي حاجه غريبه كل ما مارس الرياضه، بيجي لي تورم في العينين وانتفاخ في الوجه والبطن، رحت لدكاتره كتير جدا محدش فادني خالص. ده سهل جدا جدا جدا. يعني غالبا يا محمد يا سيد انت مدخن، ما انت انكرته، انت ما قلتش انا مش مدخن، غالبا انت مدخن. اللي بيحصل لهم تورم في الوجه والعينين مع الرياضة بيبقى نقص اكسجين، نقص اكسجين. طيب ونقص اكسجين من ايه؟ من تمدد الرئه. فانت لو عملت اشعه مقطعيه كويسه ورحت لحد صدريه كويسه وقلت له هذه الشكوى، هتبقى المشكله بسيطه جدا جدا. بس لو كنت مدخن تبطل تدخين. اظن احنا في شهر كل مدخن بيستنى المغرب عشان يدخن. طب ما ايه رايكم لو العكس؟ نستنى المغرب عشان ما ندخنش ونجرب. جربوا يا اخوانا يا مدخنين، جربوا 30 يوم بدون سجاير، 30 يوم ولا شيشه ولا الجديده دي ولا اي حاجه، جرب هتلاقي بعد 30 يوم انت كويس جدا جدا ولسه في حاجه لاي شيء. ده الايه الرسائل اللي اتكلمنا عليها النهارده.